الحمد لله رب العالمين. لقد بين السلف في تفسير هذه الآية قولا عاما، وهو أن كل من وقع في شيء من معصية الله فقد وقع فيها جاهلا بعظمة الله تبارك وتعالى. إذ لو كان قلب العاصي مستحضرا لعظمة الله، مستحضرا لرقابة الله، مستحضرا لعين الله عز وجل، مستحضرا أن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عن عينه، فإنه والله لا يقع في المعصية لا في صدر ولا ورد. ولكن متى ما غفلت القلوب والعقول عن ذلك أو جهلت حقيقة ذلك فإنها تقع. فكل من وقع في معصية الله فقد وقع فيها عن جهالة، فقد وقع فيها عن جهالة، انتبه. وكل من تاب بعد وكل من تاب قبل موته فقد تاب من قريب. يقول السلف: كل من وقع في معصية الله فقد وقع فيها عن جهالة وجهل، وكل من تاب قبل قبض روحه فقد تاب من قريب. والله أعلم.